بعض المحلات التجارية معمرة من رمل كما يقال عنها رمل زائد حجار سود، يعني كما يقال هي آثار مدينة حمص تدمرت بشكل كامل، كما نرى دمار هائل، ولكن كلام الله بقي موجود رغم أنف الظالمين الذين يستهدفون كل شيء. بعض المحلات دمرت بشكل كامل، هذا جزء من أسواق مدينة حمص، مدينة حمص الأسرية اللي كانت رافض عليها المدنيين ليشتروا مدارجاتهم اليومية. أما اليوم نرى أن عناصر حزب الله والإيرانيين وأعوان النظام من أحيائه الموالية التي يومية تتوافد إلى داخل مدينة لتحتل وتدمر قدر استطاعتهم جزء أكبر في وسط المدينة. محلات هجرت، محلات قد تركوا أصحابها كل شيء من ممتلكاتهم الشبيحة، يتوافدون المدينة يسرقون ويدمرون ويحرقون. هذا هو الروتين اليومي التي تتلقاه مدينة حمص من هذا النظام المجرم. بشكل يومي لدينا شهداء في وسط المدينة، دمار جديد وسط المدينة، أبنية ومحلات تجارية تحترق يوميا أثر هذه الطريقة التي يقوم بها النظام المجرم بشبيحة عناصر حزب الله والإيرانيين. تضييق بشكل كامل على مدينة حمص من داخل الحصار ومن خارج الحصار. يوميا يوجد اعتقالات عشوائية، مداهمات لبعض الأحياء، ويوميا في داخل هذا الحصار يستميت شبيحة النظام في محاولة اقتحام هذه الأحياء، ولكن بعون الله تعالى بعون الثوار المرابطون في الخطوط الأمامية على الجبهات يصدون جميع محاولات هذا النظام. كما نرى بعض من ممتلكات المدنيين ما أصابها في وسط هذا الدمار والخط الذي لا يتوقف. أما اليوم الآن تكشف علينا قلعة حمص الأثرية، هذا الدمار أجمعه من أثر راجمة الصواريخ والهاوي والدبابات التواجدة في قلعة حمص الأثرية تستهدف كل شيء في داخل هذه الأسواق القديمة بشكل مباشر.